بلدة لنيطرة كان عم بيحكي عنا الحشد 83%، يعني حتى المرضى على الحملات راحوا انتخبوا الرئيس نبيه بري وانتخبوا المقاومة وناجي المقاومة. أنا بحكي كلمة بس الكاميرا، لا تنفعي الحاج شوي، حاج لو سمحت بس الكاميرا لأنه بدنا نطلع بعدين. يعني اليوم حضرتكم جايين وفد من لنيطرة ومين بيحكي بس بدي وجه رسالة بيت الشعر، بلادي الله حميها بقلب وروحي بفديها، وكل ما فيها والعطار عندنا من يطفيها. أحسن كلمة تانية يلا يلا نيطرة، مثل ما معودة ومثل ما هذا بتبقى على نهج الإمام الصدر هالخط دولة الرئيس لبابا مثل ما هي 85% مبروك للرئيس وهي الناس بالدم. يعطيكم ألف عافية ومضل اوفي على دولة الرئيس. في كلمة كمان باسم الشعب من اللي حرر هالبلد من التكفيريين ومن الاسرائيليين. نحن يا دولة الرئيس من المهد إلى اللحد معك. يعني هيدا العهد بري الله يحميك، ورئيس لمجلس النواب الله يخليك. نحن مش صوتنا بس بنعطيك، نحن دمنا ورواحنا نعطيك، واهل نيطرة وبيت مكة بيكبروا فيك، ونحن متأكدين من النجاح وبعد دياب وشعوبنا هنيك. يعني أمل مثل ما سمعنا هذه الوفود الشعبية. يعطيك الألف عافية اليوم على هذه النتيجة. شو معمل مصرين مع دولة الرئيس لأنه هو حامل حمل. والله يعطيك الف عافيه. بنرجع حش خليل بس هلا برجع بنحكي بس خلينا معه على الهوا لانه يلا 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 يلا. امل بعدنا مستمرين معكم بالنقل من الماكينه الانتخابيه هنا. يعني شو فينا نكمل بعد حش؟ يعني احنا اللي بدنا نكمل انه كنت عم بحكي عن الحاصل الانتخابي. الحاصل الانتخابي اكيد سيتجاوز 22500 صوت لانه في من المغتربين، فمع المغتربين اعتقد انه الحاصل الانتخابي سيصل الى 24000 صوت، وهذا يعني في مسافه طويله للوائح الاخرى. ما بدنا نستبق نتائج الانتخابات، انما يعني حماسه الناس بتشجعني حتى اقول انه يعني مبروك للائحه الامل والوفاء.